الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تفتح الأرضية. المشاريع اللي عندها علاقة مع السياحة والصناعة التقليدية واللي تدخل في إطار البرنامج التكميلي اللي أمر به السيد رئيس الجمهورية كلها في قيد الإنجاز. ويعني لاحظنا أن يعني نسبة تقدمها جد مسجعة، وكل هذه المشاريع عند نهايتها راح تسمع لي ولاية خنشلة أنها تتوفر على مساحات أو فضاءات موجهة أولا للاستثمار السياحي، وثانيا موجهة يعني للراحة والاستجمام، وهناك مرافق موجهة لترويج وتسويق المنتوج يعني التقليدي وخاصة زربية بابار.